اهلا فيكم فيديو جديد في قناه بيبليدر عايز. النهارده هيكون فيديو هنوريكم برضو بلابل ثلاثه اللي هما هو وحش الظلام ومنجا الساحق وشجاع المتقد. اول واحد هيكون وحش الظلام. اولا الدرايفر عجلات بتدور طبعا. يعني زي حقيقي بالظبط. ماشي. واللاير انا مش حاطط الديسك عشان هو مش محتاج الديسك عشان هو كبير قوي. فاهو اهو عجلات بتلف اهو. شوفوا اهو ماشي نركبه. استنى بس استنى اهو تركبته اهو استنى بس وحش الظلام ماشي خلاص. نيجي لشجاع المعتقد. طب انا وريتكوا ديسك شجاع المعتقد تنفع لأي حاجة اهو. وهو الدرايفر شجاع المعتقد هنبدأ بيه اهو. بصوا هنا ديت لما يدخل الهوا بيرفعها كده اهو. بصوا بقى قدرة على الاحتمال ينزل هجومي. والديسك انتوا عارفينها. نبدأ باللير. بصوا فيها الايفولوشن اتاك. استنوا اوريكم الحتة دي اهو. ماشي نركب البلبل. ركبته اهو بيدور زيفه. ماشي تالت واحد امينجل الصاحب. هنبدأ بالدرايفر. درايفر شجاع منتصر لسه ما عملتش درايفره. الشاب يعني هو بالظبط هو مطاط ومسطح يعني هجومي. وديسك وحش الظلام ومنجل الساحق لكن اختفى اللون. وهنا الليل. بصوا استنوا بصوا دي بتطلع. بصوا طلعت بتتعب بصعوبة. فيعني ماشي نركب البلبل. ركبت البلبل ماشي. بصوا عشان اوريكم مفاجأة كبيرة اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات. يلا هوريكم مفاجأة كبيرة دلوقتي. والمفاجأة هي زي ما وقت طبعا زي ما وقت. هنبدأ بالدرايفر. درايفر عقاب الناري انا عامله هوريها لكم في اي فيديو تاني اهوت. وديسك الزيرو. ديسك الزيرو الزيرو هنا اللير طبعا سمعها حلو قوي. بصوا اهوت ايفولوشن اتاك فيها فخليه هجومي اهوت. عملتها على اللير هجومية. حتة طالعة اهي حتة اهي حتة اهي والحتة اهي. اعملها لكم على القاعدة الدفاعية. نلف شوية عشان تكون مغلقة خالص. استناه مغلقة خالص مفيش اي حتة هجومية. انا استخدم درايفر عقوب الناري عشان انا لسه ما عنديش درايفر ولسه ما عملتهوش. وباوقات بستخدم درايفر المنجل الساحق
او درايفر شجاع منتصر، عشان فيه هو هجومي وقدرة على الاحتمال. انا اوقات بستخدم ده وبستخدم ده. فالمهم يلا نركبه. انا هستخدم ديسك الشجاع متكت عشان هو بنفس الديسك. ركبته اهو بديسك الشجاع متكت قوي قوي. بس استنوا اهو، مش عارف هو ازاي هجومي اصلا والحتة دي مغلقة خالص، يعني مدورة مدورة خالص. مش ده كان الفيديو بتاعنا؟ ان شاء الله فيديو يعجبكم ومع السلامة.